يعني هذه الآن إطار تنسيقي يجمع القيادات الرافعة للحكومة، مكوناتهم البرلمانية في داخل البرلمان. زين، روحوا خل مكونكم مكونكم البرلماني ونوابكم بالبرلمان باتصال مع الحكومة. زين، الرئيس لازم يتصل ببرلمانيهم، لازم يلتقي بلجانهم، ولازم يحضر مجلسهم. زين، هاي مو حكومة، هذا مو شكل للحكومة. يا هل يجي جرة من صفحة، النائب يزعل والزعيم يزعل ورئيس الحزب يزعل وسكرتير عام الحزب يزعل. زين، هاي حكومتي ايش هاي؟ دولتي ايش هاي؟ نعم نعم، بصراحة وأني والله العظيم أني مستغرب. يعني قوى الإطار التنسيقي جابت رئيس وزراء، هسه عنده نواب اثنين، عنده 500 نائب، أنتوا جبتوه رشحتوه والرجل ده يشتغل، والرجل نجح بالبعد الوطني. الناس الآن ده تشوف شيء بالشارع، والسنة ساكتين عنه، والكرد ساكتين بل راضين. يعني طيب ليش القوى وحتى الشيعة المكون الشيعي ليش هو بس اللي هي بس تقدر تقولها ليش ابو علاوي هي في عموم العراق؟ تقدر تقولها ليش وانت تعرفها؟ لانه اكو صراع. اي اقدر اقولها لان اكو صراع بين داخل مكونات الاطار التنسيقي على اليمن، وهذا للاسف هذا على اليمن الصراع الصراع على الكعكة بالنهاية. يعني لأنه أنت أمامك انتخابات، الكل يقول الآن زي طيب شلون محمد الشاعر السوداني إذا خاض انتخابات راح يجيب 50 60 40 مقعد؟ أبا علي طيب زين ليش وإذا جاب شكو بي إذا هو نجح؟ أبا علي نعم أريتها كلها هاي الدائرة أنا مالتي، ليش ما أعطيتني إياها حتى احتكم عليها كلها؟ البلسمة والبلقاع والبلأرض والبلقاصة كلها تصير جوايدي. هي شو وصلت اسمه هو شريك؟ انتم ما تدرون، هذه للاسف احنا ما ندري، كل الشعب يدري، كل الشعب. اذا ما تعطيني هذا الجهاز، ما تعطيني هاي الوزاره، ما تعطيني هذا العقد، ما تمشي لي هذا، انا عندي اغلبيه بالبرلمان، انا اقدر هذا الدي يصير بعلي لو غيره. هسه انا اسال، هذا الدي يصير انت وسيد عقيل لو غيره؟ لا هو هذا اللي يصير. بس شوف انت مفهوم الاغلبيه البرلمانيه عندما نتحدث عن النظم الديمقراطيه بالعالم، عندما نتحدث عن النظم الديمقراطيه بالعالم كلها تقوم على اساس موالاه ومعارضه. احنا ما عندنا ما نشات عندنا من 2003 الى اليوم شيء اسمه موالاه ومعارضه، وهذه احدى اشكاليات الديمقراطيه. انا قلت لك ديمقراطيتنا جتنا مسلفنا، كنت أقصد هذا الموضوع، لأنه بدون معارضة لا يمكن أن يستقيم عمل الحكومة، ولذلك الكل تشارك والكل تعارض، هذا يعني عرقلة لعمل الحكومة، أي حكومة بس هاي الحكومة. طيب، إذا أردت أن تعمل شيء، لأن راح رأسا يفكر ذاك الطرف أنه هذا راح يأكل من جرفة عندما تصير انتخابات، بينما في كل العالم الأغلبية والأقلية الموالاة والمعارضة مبنية على شلون يركضون من أجل خدمة الناس. إحنا لا، شلون يركضون من أجل أن الناس تخدمهم.